أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تغيير وجه القارة الأفريقية وتحقيق طموحات شعوبها عبر توفير بنية أساسية من طرق وكهرباء ومشروعات مختلفة. وفي مداخلة خلال جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية 29 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والتي عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تضع الدول الأفريقية آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة في تغيير واقعها وتطويره. يا ترى البنية الأساسية في القارة الأفريقية جاهزة إنها تلبي الطموحات والأمال اللي هي شعوبنا بتتمناها لبلادنا؟ أنا هديكم مثال على مصر. لما جينا نتكلم على مصر ونتكلم على تطوير البنية أو إيجاد بنية أساسية مناسبة ليها حتى تنطلق للعمل الأفضل، احتاجنا خلال السبع سنين اللي فاتوا دول، وأنا مش مبالغ، أنا مش مبالغ، بنتكلم في حوالي، أنا هقولهم بالدولار، لكن تقريبا حوالي 400 500 مليار دولار. أنا بتكلم على دولة مساحتها مليون كيلومتر مربع، واللي إحنا عملناه كان على تقريبا فقط 10-12% منه. طب القارة الأفريقية اللي فيها 30 مليون كيلومتر مربع، وبنتكلم على التكامل اللي أنت بتناقشوه وبتقولوا التكامل بين بعضنا وبعض، يا ترى البنيه الاساسيه اللي تقدر تحقق ده للقاره الافريقيه تتكلف كام وهيجوا منين؟ تتكلف كام وهيجوا منين؟ اذا كنتم عايزين تغيروا وجه القاره الافريقيه وتخلوها قاره قادره على ان هي تلبي طموحات شعوبها وامال شبابها، انتم محتاجين فقط ان انتم تعملوا بنيه اساسيه في القارة دي.